وحماتها مقالة بورا ما أسقر اللوغوس ميجي ألان حريسي جنها كورابية فنانة دي وينيد أمين عبد الله حرسي أو كميدة هيد فنانين توقو عانسان كودة هم بردول كاي سومالي دو دكتو وحنا أسكن قراني اللوغوس ميجي ألان حريسي جنها كورابية فنانة دكاسو غيب غلي وزيرو وزير كوحيغينو أغاسي ميال حلبانو ما ملكو قبل كي يكن دقم دا بورا ما يقايبا كميدا بلشة دا كلادوان اي كنول قودة هم بديغانة دا كلادوان اي دولكا سومالو دو اي دكتو وحينا تاسيو ديريني هلا دي قرابة دي اكا بحضي يغونا اللوغة بريي انجنة الفردوسو كورابيو آمين عبد الله حرسي إلهي هاو نحريستو وفوين بيهي سومالي أوداني تقاني ميلا بدنك سو شقيسي جبوتي حمر هرجيس ملك استبا وحوي أن نبى مالين تيسو دير دمان إلهي أو نحرس دت كيجي يا إهل الدين إلهي سمرية مانا كس يا دمان تيم أنا قابط أن تعسيد هاي سكون نميت إلى أن هالغن كتعسيد إنه فنان دي وينيت إلى باوين يوم مد الصومالي دو التقاني أمين عبد الله حرسي ويتهدي النقطي سيدا لو دوغي هاي وهاي كم إذا هاي تذكي تير لحات كوها فنكا صومالي ذا ملك استاهل شوغي أنا قلنا وحن كم إذا ها ردت كيدا اللي يرضى ها مركا الله سوق المي مركي أي على وين لين يسي أما حدقتا كوها هو بري كوها هو بري كم إذا هاي هي الرواية دي هيدي أنتي دمبرة وهي كشرت عباديسي حج إلهي وحنو قبرنا إن دمان تنسمي إيمان الله الله ينكسيه كل نفس دائقة الموت وحن لا هاي وحوية تعصيتي لأن يلا أود لنا ما أنت وحوية مرحومة من عبد الله حسي أو هيد فنان زوين الله وذا قرني إلى هبويني فنك ومد الصوماليات لما أنت ذي دقنك وحويات لوية قاني وحوي كوهي وابري يو رواية ذي يو ده انتي هراء سلا وزير كشاقي يو مسرحية ده هاسي قوب جوغا وحانا وحوي ويقرانا يعني انتي اني دنبنا وحنو كقرانا انا سامين يو هير كاي كتاقنيد اني نو ديب وارقني إلا امي كاي تهي وحوي ميد كمي ده دروس ده انتا فنكا كو ابترساتا ميلا هاي كاقاتان آمنا الله هون حريستو كل نفس دقيقة الموت ما أنت كل يوم حنا نجوجنا أسكا فنان ديني وين درون حرستا عمل عبد الله حرسي وما أنت هنكو عصينه كل نفس دقيقة الموت نفخ استوى من آدم ولا من سجيرة هرون تبغى حنك تعصدين أنا قارن كجمهور السومالي جود هان كارهان قيس كيجي يو يمحل له ذا وزارة ورفع فنته يو بعض الفنانين تا لما أنتين قارن كجمهور السومالي واحد قفوين باكا بحي بسنة ما أنت الله نحرسته وحن دعاء هلك نقدر يا مرحومة آمنة عبد الله حرسي أو أن ما أنت أجوجنو أسكي دي أو سكرنا لو أسي وحن أنت حسي قدر يا أهل دي المي دي يو قرابة دي أي كتكتنا وحن لي أي سمر يمن إلهي كسيو وحن هلك أنت عشان قدر يا قيس كيدي قويس كأيد كوبا لارن ينتعصد رينا إهل كيجي أصحاب تيدي إيو دمام بومط الصوماليات ومالين قيمة لي إلهي هو قد يقول مالين أي شنط إلهي وتغدى قبري وأي كتبته إلهي نحرسته إلهي يتم بيجي هذا فو آخرنا وحوي أن شنط أكو أرساقه دمان قويس ك مقرنسا أي كبحري إيو مط الصوماليات يدق مذهب وحن لنا هاي سمرية إيبان إلهي وحن نقبر إن فنان دي وينيد من عبد الله حرسي قرنهان تي قف آدي آد لو قرن يو سومالي انت كو هذا شبه قف قيمة كل هيد أيام ما تي نقبح ذي إلهي وحن نقول رجين إن إنه قبر قون نوره أمين وحي هيد هويو قيمة بدن هويو ضدك أورسة هويو حريرها لقد شوغو ضدك مقعالها كسو هالجميع حاجة أفكا يمانصد يسوقانت أي كم دهيت أمين عبد الله حرسي بهون حريستو وحي كل على تي قول كي كلابيت دقم ده قبلي هالك يضو كبر بارتبه وحي تكتي شبوتي
horaantii lixdamaadkii ayay ka soo bilowday fanka ee magaalada Jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda Jabuuti aminayadoo inay yara ayaa halka ay fanka kaga soo biirtay waxay halka isku guursadeen Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays oo abwaan weyn oo Soomaaliyeeda dadkii fanka ay ku bahoobeen ku ahaa Cabdi Qays aminow waxa uu dhashay laba caruur oo aan iyaguna noqday Mustafa Cabdi Qays iyo Ayaan Cabdi Qays kadib 76kii hilaad ku beegan amina waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo hooyadii fanka Soomaalida ahayd markii boorama laga yimaado oo halkii uu ka bilaabay bilwad oo ahayd halka amina fanaaninta waabari oo markaa ahayd fanaaninta radio Hargeysa ayaa qayb ka noqotay waxay noqotay qof heesa oo cod wanaagsan qof wax matasha oo la jecel yahay qof hadal cad oo aad ay fanaaninta ugu hirato amina waxay mar kale markii Cabdi Qays ay kala tageen waxay isku guursadeen Cabdiraxmaan Cismaan Maxabe Cabdiraxmaan Dheere Cabdiraxmaan way sii jaan qaadeen mataana fankoodii iyo dhaqankoodii iyo noloshiiba qoys lagu urursan yahay bay ahaayeen oo ilaah caruur ka beeray afar caruur baan ogahay oo Cabdi Qays ay aamin Cabdiraxmaan Dheere aamin u dhashay Faisal Cabdiraxmaan Cismaan oo iyagu soo geeriyooday labadoodaba hortii aabihii hooyadii ka horreeyay loo xariisto Khadira Cabdiraxmaan Dheere Cusmaan Cabdiraxmaan Dheere iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere reer buuxa ayay ka tagtay waxa ay dhashay iyo wixii ay sii dhaleenba waxa way eeban xariista Janooha ka waraabiyo inta ay ka baxday iyo guud ahaan shacabiga Soomaalida oo Jabuuti ay ku jirto oo dadka Kenya deg ay ku jiraan oo kuwa Itoobiya deg ay ku jiraan oo waliba ay markii Soomaalidu burbursana amina waxay ka mid ahayd dadkii aasaasay kooxdii loo oran jiray Horyaal Band oo markii dambe noqotay Ilay Band Maxamed Cusmaan Maxamed Dheere oo family-ga ah oo aamina walaalkeeda ana walaalkay ayaa ila jooga oo qoodiisu ka mid ahaa muassasadii fanaaniinta waxaan leeyahay marka inta ay ka baxday oo dhan samir iimaan saadiq ay ilaahay ka siiyo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.